للاسف المره دي ما لحقتش اعمل اي حاجه، ف او ما انصح ما لحقتش. انا عملت الحاجه وشربتها قبل التصوير، فانا اتعودت ان انا بدخل كده في المشهد ببدا باي حاجه، ولكن ما لقيتش، فما قلت ما يشيئس وجبت ازازه الميه بتاعتي وهشرب منها رغم اني مش عطشان. صباح شباب الاخبار، اهلا بيكم، معكم محمد هيكل في الفيديو رقم 3 من رحله ال 100,000 مشترك على اليوتيوب. واخيرا ذهبت 2021، ذهبت بحلوها ومرها. فشلنا في حاجات، كسلنا في حاجات تانية، ولكن حققنا حاجات. اتمنى يعني نكون حققنا حاجات. ها هي 22 قادمه الينا، ونحن كلنا امل في تحقيق المزيد والمزيد من الفشل. مش عارف اخليه فيديو تحفيزي خالص. ومع بداية العام الجديد يهرع كل منا الى الابراج وقراءة الطالع وقعر الفنجان. وطبعا انت كيف الشاي بتشرب في المج الازاز اللي هو ده، للأسف المج ده ما بيشتغلش في القراية خالص. ولكن صديقي كيف القهوة، هات فنجانك وتعالى، عندنا طلعة. ينتظرك مستقبل مشرق، نجاحات كبيرة تحققها، من الممكن أن تتزوج، ستصل 100,000 مشترك. الجمل دي نسمعها مع بداية كل سنة، نظرة مستقبلية، وبرامج تلفزيونية بتستضيف ناس شكلها غريب، طلعة تقول كلام غريب. طبعا ما عدا هتوصل 100,000 دي أنتم بقى إن شاء الله اللي هتعملوها لما توصلوني 100,000 عن طريق إن أنتوا تعملوا اشتراك لهذه القناة أي سبسكرايب، وتعملوا لايك أي إعجاب، وتعملوا شير في نطاق واسع حتى يعرف الجاهل ويجهل العارف. بسيطة. وما انك دخلت على الفيديو فانت مهتم بموضوع الابراج، فتعال يا صديقي كيف الشاي وكيف القهوة، انتوا الاتنين، علشان عاوزين نبقى كتير كتير قوي. ما هي قصة الابراج؟ وهل الابراج علم حقيقي ام لا؟ ده اللي انا عاوز اتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة. في استطلاع رأي حصل من فترة، الصراحة مش فاكر امتى بالظبط، لأن 60% من الناس في هذا العالم والكوكب الذي نعيش فيه بيؤمنوا بالأبراج، فالعبد لله قرر انه يجمع 60% دول ويثقفهم بما يملك من معلومات. ما ببخلش على حد أبدا. أولا كده في ناس بتخرج ما بين كلمتين، أول كلمة وهي الأسترونومي وهو علم الفلك، الكلمة الثانية وهو الأسترولوجي. الأسترولوجي هو التنجيم، الأسترونومي هو دراسة كل حاجة بتحصل خارج الغلاف الجوي في الكوكب الذي نحن نعيش فيه من كواكب وأقمار ومجرات وغيرها. أما الأسترولوجي وهو التنجيم ملوش تاريخ معين ظهر فيه، في بعض السجلات بتقول أنه بدأ من 5000 سنة قبل الميلاد، ولكن مفيش حاجة أكيدة. التنجيم في اللغة العربية مشتق من كلمة النجوم والنظر إليها. البرج هو مجموعة من النجوم بتكون على شكل معين، وده اللي ظهر في مخطوطات قديمة أكتر من 3000 سنة بتثبت أن البابليين هم أول حد اخترع الأبراج. وكان الهدف وقتها من الأبراج هو تفسير بعض الظواهر الطبيعية اللي بتحصل حواليهم، وتقويم يعرفوا منه وقت الزراعة، وقت الحصاد، وغيرها من الحاجات. كل مجموعة من النجوم بتكون على شكل برج معين، في اللي قريب من الشمس وفي اللي بعيد عن الشمس. حاولوا يتخيلوا شكل كل مجموعة نجوم قريبة من بعض بترمز لإيه، ووصلوا في الآخر للأشكال المعروفة حاليا اللي هي برج الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، واخيرا الحوت. وبعدها رسموا خط وهمي بيبدا من الارض وبيمر بالشمس لغايه ما يوصل للابراج اللي هي مجموعه نجوم متقاربه من بعضها. معلومه كلنا عارفينها، الارض بتلف حوالين الشمس، وبناء عليه فمكان الابراج بيتغير بالنسبه للارض. في الوقت ده بقى وقعوا في غلطة ما كشفهاش غير العبد لله، وهم بيبصوا على أشكال النجوم القريبة من بعض وبيتخيلوا شكل كل واحد بيرمز لإيه، زي ما قلنا من شوية. وصلنا كام لغاية دلوقتي؟ 12 برج عظمتك. حلو قوي، قفل على كده. بس يا عظمتك في مجموعة نجوم هناك كده شكلهم ثعباني شوية. تبا لك، أنت بتكذبني يا ولا وبتصدق عينك يا وغد يا أحمق يا أرعن يا أهوج، خذوه من هنا. وده كان مشهد تخيلي للي حصل وقتها. وهنا تجاهل البابليون برج اسمه حامل الثعبان. شفت انت ثعباني وحامل الثعبان، في كرياتيفيتي هنا. وبعدها قسموا ال 12 برج على السنه بشكل متساوي. وهنا تيجي المشكله الثانيه اللي خبوها عليكم ولاد الهرمه، ولكن العبد لله مش سايبهم وفضحهم في كل حته. فاكرين الخط الوهمي اللي قلنا عليه من شويه، اللي هو بيطلع من الارض ويمر بالشمس وهوب يوصل عند ايه؟ النجوم، اللي هي مجموعه نجوم اللي هي فاكرينه. الخط ده بقى يا كيف الشاي بيعدي على كل برج
بشكل غير متساوي. يعني مثلا بيعدي على برج الاسد 10 ايام ويروح على برج الدلو يقعد 40 يوم، وبناء عليه فانت يا كيف الشاي اللي من ال 60% اللي قلنا عليهم في اول الفيديو اتضحك عليك كل ده وانت ماشي في برج مش برجك اصلا. وهنا تأتي الظاهرة التي هزت عرش البابليون. المرة التانية بشرب وانا مش عطشان بس مش عارف ليه. انها ظاهرة البيرسيشن او ظاهرة البدارية. تعريف ظاهرة البدارية هو تأثير قوة الجاذبية للقمر على الانتفاخ الاستوائي لسطح الارض. يعني ايه؟ انا معرفش. وبعد 3000 سنة حصل انحراف في حركة الارض حول محورها بسبب جاذبية القمر، وده خلى الخط الوهمي في مكان مختلف عن اللي كان عليه، مما ادى الى تغير مكان جميع الابراج اللي اصلا كانت مبنية على حسابات خاطئة. اللي بيحصل دلوقتي عشان يعرفوا برجك بيشوفوا اليوم اللي انت اتولدت فيه، وبيشوفوا شعاع الشمس كان اتجاهه في انهي برج من الابراج، وبناء عليه بيحددوا. مثال هام للتوضيح: من 12 مارس حتى 20 ابريل ده كده برج الحمل، 24 سبتمبر لغاية 23 اكتوبر برج الميزان، وده طبعا بناء على حسابات البابليين الخاطئ، يعني مفيش اساس علمي لكل برج من دول. ايه ده صديقي كيف القهوة، ازاي نسيتك؟ القهوة يعني فنجان، يعني ام حنان اللي بتقرا الفنجان. قراءة الفنجان او التاسيوغراف. البداية صديقي كيف لها كانت في الصين، وكانت عملية القراية بتتم على ورق الشاي، الا ان تطور الامر ووصل الى الشرق الاوسط حتى رأيناه يحدث في القهوة، الفنجان الجميل ده. بدل ما كنت بتاخد كوباية القهوة علشان تروح تغسلها بتروح لام حنان: امسكي يا حاجة قريلي ده. طبعا هي بتبصلك بصة كده من تحت لفوق وبتقولك ده انتو لقطة، بتبص بصة في الفنجان وبعدها على طول بتشهق شهقة: خير يا حاجة في ايه؟ مش مصدقة، هات يا ابني 500 جنيه عشان اقولك. طبعا انت قلقت دلوقتي وهتموت وتعرف الفنجان فيه ايه، فتديها الفلوس على طول: ها يا حاجة في ايه؟ قلقتيني، طمنيني، ريحي قلبي، شايفة سواد. حاجة ده اسمه كلام، ما هو ده بواقي القهوة اللي في قعر الفنجان ده، بقى القهوة ايه في شوفي كده ممكن تلاقي حاجة تانية غير السواد ده، ما كلنا شايفين السواد ده. هات 1000 جنيه يلا عشان اخلصك من السواد ده. يا لهوي دي انت مش حمل كل ده، دي انت لو تشوف اللي بشوفه. خد يا حاجة ال 1000 جنيه تغور الفلوس اللي صاحبها. طيب اروح على فين يا حاج؟ اروح اغسل الفنجان يا ابني. كذب المنجمون ولو صدق. الحتة دي جد شوية وهي الأساس من عمل الفيديو ده، فأرجوك لو وصلت لغاية الحتة دي فاسمع كويس. المنجمين، الأبراج، الأعمال، السحر، الشعوذة، قراية الفنجان. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبما اننا داخلين على سنة جديدة وناس كتير بتدخل وتشوف الابراج، البرامج التلفزيونية اللي مليانة كلام عن الابراج، برجك اليوم، حظك اليوم، قدامك يوم جميل، بكرة قدامك يوم سيء، بعد سنة ممكن تحقق حاجة، وهكذا من الحاجات اللي بنشوفها. من اتى الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس عليها ايه؟ قرات الفنجان، المندل، المندل، فتح المندل والفنجان والكف، الكف. مش عارف ورق الكوتشينة، في ناس هذا يخرج من الملة. قال وإن لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الهزار راح فتح الصحيفة الصبح صباح، ها برج الجدي، برج الجدي، برج الدال، رسالة مهمة تصل. هذا إن لم يصدقه ما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. بس كده يا شباب كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. لو انت من الناس المميزة اللي شفت الفيديو لغاية الاخر فما تنساش تكتب لي كومنت تحت تعرفني ان انت شفت الفيديو لغاية الاخر عشان انا انبسط، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اهم حاجة بأكد على اللايك والسبسكرايب والشير لو انت حاسس ان انا قلت حاجة مفيدة وممكن انفع بيها اي حد. وبس كده يا شباب، سلام عليكم.